السلام عليكم البنات، وصباح الخير عليكم احلى متتبعات قناه ام عتبان زيدات. كيف دايرين؟ صباحكم مبروك، وبغيت نصبح عليكم بالفرحه والهنا والسعاده والتوفيق كذلك، وجمعه طيبه مباركه علينا كاملين. يا ربي يا ربي تحقق لكل وحده فيكم رجاها، سواء اللي كتشوفني ولا اللي ما شافتنيش ولا اللي كتعرفني ولا اللي ما كتعرفنيش، الله يحقق كل وحده رجاها وما كتمنى. واللي باغي الوليدات الله يعطيهم ليها، واللي عندها الله يخليهم ليها، واللي باغي يتزوج الله يسهل عليها، واللي كتقرا وكدوز امتحانات الله يبشرها بالنجاح ان شاء الله. هذه دعوه مني لكم هذا الصباح لكل وحده شافت لا فيديو ديالي، وكنتمنى حتى نتوما تردوا عليا بدعوه زوينه اليوم ان شاء الله. البنات اليوم ان شاء الله باذن الله غتكون هاد رشيمه، انا غنبعد الكاميرا باش تشوفوها. هاد رشيمه هذه اليوم غيكون التطبيق ديالها على لون البلوسيال او لا الشيبي باللغه ديالنا، او البلوسيال. هو البلوسيال حنا كاين اللي كيقول لي الشيبي، كاين اللي كيقول لي البلوسيال، كل واحد يقول لي. المهم غنطبقها وانتم معايا كتشوفوا. هنا غيكون حتى تخوا دي في هذه البلاصه هنا، وبقاو معايا ان شاء الله حتى تشوفوا الشكل الاخير. انا غنخلي لكم في الفيديو حتى الرشمه هكا باش كيسهل عليكم تاخذوا رشيمات، وباش كيسهل عليكم انكم تطبقوا بحال هاد الموديلات. هنا البنات غنبدا باول حاجه غنخدمها هما هنايا هاد الخطوط اللي كاينين هنايا، وغنبدا دائما بسم الله وعلى بركه الله. غنبدا بهذا الشكل هكايا بحال هكايا، يعني البنات اللي يلاه بادين والبنات اللي غيقدر يتلف ليهم الخطوط، نبدا بحال هكايا من الجهه الاولى، نبقى غاده خط مورا خط. الا بديت من هنايا خاصني نكون نعرف كيفاش غنقاد العبار، من الاحسن نبدا من البديه باش يجيني عبار واحد وعبار مقاد. بسم الله وعلى بركه الله. انا هنا البنات درت البرونز، شوفوا معايا الخطيطات شحال رقيقين. شوفوا معايا انا غاديه الخطوط كيبان لكم راه مراصين ومقادين، يعني وعيني ميزاني البنات، قدرت عيني ميزاني زوينه هذه. انا قدرت البنات نكمل على انني نخدم بهالطريقه بحال هكايا، الخطوطه مقادين ومفينين وغاديين مزيانين تبارك الله. ما قدرتش ندير خطوطه البنات رشم، ندير قلم رصاص ورشم. هنا ساليت الجهه الثانيه، هنا ساليت الجهه الثانيه كامله، غندوز الجهه يعني اتجاه المعاكس بنفس الطريقه. غنبدا من الراس باش ما يتلفش ليا العبار، غنبدا من هكا. دائما خطوطه رقيقين، يعني خطوط رقاق باش ملي نكون شبك به في الكاويه ما يجينيش حرش البنات، ما يجينيش حرش التشويه. دائما في الميزان ديال الصم البنات، دائما في الميزان تاع الصم، وانا كنخدم ونقاد الميزان تاع الصم، دائما الخطوط يكون رقيقين.
ملي هنا ملي كنكمل الخطوطه يعني كنجي هنايا. شوفوا معايا هنا بالنسبه لهنايا، بالنسبه لهاد الدقاره كتب عليكم انها بومبي طالعه على الرشمه. ضروري كنتقل الخدمه، كل دقه كنخليها تقدروا مزيان باش كتجي بومبي. شوفوا معايا شوفوا شحال كنخليها هانتوما، عطات بحال شكل ديال الكورميط، بحال شكل ديال الكورميطه. علاش كنتقل الضربه هنا البنات؟ حيت كتعرفوا الخطوطه كيكونوا دايزين عامرين وغلاض، ما غيتبانش الدقه الا درناها خفيفه. كذلك من الجهه اللي هنايا غنبقى بنفس الطريقه، حتى نخدم هاد الجهه اللي هنا ونرجع معكم باش ما يجيكمش لا فيديو طويل. هنا من بعد ما خدمنا من بعد ما خدمت لي كارو كاملين، هنا غندوز نخدم التشنيف. التشنيف هو الى لاحظتوا معايا كنخدمو عامر، ضروري كنعاود على الحافه ديالو، ضروري نعاود على الحافه ديالو باش ملي يكون نشنفو اولا نكويه ما يتقطعش ليا. هنا غندوز بحال المثلثات بحال هكا، هكا هكا هكا، يعني كتجي الدقه على هذا الشكل بحال هكايا. دابا غنبدل اللون وغندوزو نخدمو هنا الوريضات الوسط. بالنسبه للورده البنات غنخدمها بالخطفه، غنبدا باللون الاورانج. بسم الله، يعني شوفوا معايا بديت بالجنب، يعني بديت جنب، انا غنقرب لكم الصوره، بديت جنب هكا احسن، بديت جنب شوفوا معايا، كنزل بحال هكا وكنرجع نطلع هنا. درت الاطار، دابا غنبدل عمار، كنبدا نطلع وكنزل، يعني كنطلع المرمى وكنزل، يعني كندير هاد الحركه هكا كنطلع وكنزل. كيشوفوا معايا هاد الماغو، هاد الماغو بحال هكا كيتواتى مع البرونز بشكل ولا مع الشيبي بشكل زوين. نكمل يعني بهذا الشكل هكا، يعني كنطلع وكنزل. شوفوا معايا بسم الله، كاين واحد القضيه اخرى، كاين اللي كيعمر مباشره بهذا الشكل هكا.
واحد والطريقه اللي كيرتاح فيها، وكل وحده والطريقه اللي كتجيها فيها الخطفه سهله. شوفوا هنا طريقه وهنا طريقه، هي من الاحسن، انا كنفضل هكا. عاد البال عمر، شوفوا معايا يعني الحركه ديال ايدي كيفاش كنديرها، كنطلع كنزل كنطلع كنزل، في نفس الوقت مرمقه الدور. شوفوا الطريقه هكا، يعني كندير بجهه بجهه، كندور ثاني هنا وكندير عمر. هاد الخطفه كل وحده وكيفاش كتخدم. غنجي هنايا خدمت هاد الشكل بحال هكا، كنهبط باش كتعطيني الوريقه بهذا الشكل هكايا. غنكمل هنا وكنهبط الراس من الجديد. شوفوا معايا كنطلع لفوق وكنهبط نعمر باش كتجيني الخطفه ديالها مقاده. شوفوا معايا هنا كنطلع، هاني بديت من الجنب. شوفوا معايا غادي طلعت لفوق وغنرجع نعمر هنا، عاد غنرجع نكمل هنا هكايا. يعني هادو هما الاسرار ديال الخدمه البنات. كنطلع نعمر، البنات يسولوني على العراض شحال فيها في العراض، والله ما عبرت العراض ديالها، معرفتش حد معرفتش العراض شحال فيه، ولكن عبروا ليكم. هنا غنبدل لون، غندير هاد المارون، غنكمل به هاد العريشات حتى هو كيجي زوين مع كيبان بحال البرونز. يعني البنات نصيحه لكم، بايديكم تحركوا العليفه تعوجوها تقادوها. شكلوها بالطريقه اللي بغيتو نتوماي. حنا غنديروا شويه رقيقين، ديما الرويس على العليفه يكون رقيق. نجي هنا ثاني
ديالها صراحة زوين وراقي. هنا في بالنسبه لهاد الخطفه اللي هنا البنات الا لاحظتوا معايا خدمت كل جهه وعمرتها الراسه هنا ها خطية رقيق هنا غنرجع للصم هنا غنرجع للصم وغندير به واحد السبوله ودائما غنجي من الجهه اللي مطروزه كيف جا الشكل ديالها هنا الفوق غنزيد وحده اخرى وهكا غتكون الحصه ديالنا سالات ورشيمه ديالنا سالات مبقى لي غير لصق الورده ديال لي طخوات دي هنايا ونخليكم ان شاء الله مع الشكل الاخير صافي هنا البنات غادي نلصق لي طخوات دي نلصق لي طخوات دي كيف ما شفتوا معايا هنا خدمت الاولى بهذا الشكل هذا خليت لها الافتتاحه باش تبان هذه الوريده هنا وهنا خدمتها بالاورانج غنديرها فوق منها ونقاد مزيان غنثبتها بحال هكا صافي هنا غندير حجره الوسط وغنخليكم مع الشكل الاخير وفي الاخير هذا هو الشكل ديال الوريده ديالنا اليوم والشكل النهائي ديال الحصه تاع اليوم كنتمنى من الله تنال الاعجاب ديالكم ولا عجبكم بحال هاد الدروس نزيدكم مازال اكثر واكثر وغنقول لكم جمعه طيبه وكسكسو بصحه والراحه اللي دايرين كسكسو موعدنا في المساء ننتظر ان شاء الله الجديد ان شاء الله الحاجه زوينه زادت للمحل وحاجه ان شاء الله جديده اضافت للمحل المهم انتظروا لا فيديو ديال العشيه ان شاء الله حتى تشوفوه ان شاء الله وكنتمنىكم تدعوا معايا المهم موعدنا في المساء الى طول الله في العمر ولا يسر الله الامور موعدنا فيديو جديد في العشيه مع السبعة ثمانيات المهم معرفش معاش غينزل ولكن غيكون في العشيه ان شاء الله الرحمن الرحيم الى اسعدتني الظروف الى ما جاونيش الشكليانات اليوم الى ان القاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والى اللقاء ان شاء الله فيديو جديد.